السلام عليكم ورحمة الله. ما بعث الله نبيا من الأنبياء من لدن آدم عليه السلام وإلى عيسى عليه السلام إلا وأخذ عليه ميثاقا. ومعنى الميثاق هو العهد المؤكد بيمين. فما هو ذاك الميثاق؟ لئن بعث الله محمدا والنبي حي ليؤمنن به ولينصرنه. وأمر الله عز وجل كل نبي أن يأخذ الميثاق على أمته، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فيهم ليؤمنن به ولينصرنه. وأنزل الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أذكر أيها الرسول إذ أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق على جميع الأنبياء بما أعطيتكم من كتاب وحكمة فاصلة بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر. والكتاب هو الكتاب السماوي المنزل، أما الحكمة فهي الوحي. ثم جاءكم رسول من عندي هو محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم من الكتاب والحكمة لا تؤمنن به ولا تنصرنه. فهل أقررتم واعترفتم بذاك الميثاق والعهد؟ سارع النبيون وقالوا أقررنا وقبلنا بذلك، وهو على الرأس والعين. قال الله عز وجل: فاشهدوا على أنفسكم وليشهد بعضكم على بعض ولتشهدوا على أممكم وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو ذاك النبي، هو نبي آخر الزمان، وهو النبي الذي كان اليهود يتفاخرون ويتطاولون به على العرب من أهل يثرب من قبيلتي الأوس والخزرج قبل الإسلام، وهو الذي سارع وآمن به من أحبار اليهود صادق الإيمان كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي سارع فريق آخر من أحبار اليهود الكافرين بالكفر به كحيي بن أخطب. جزاكم الله خيرا. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.